Hala kullanma. Hop. طب بالك ما تحطوا العروس دقيقة. يلا حكي لي بعدين معلم، روح البس الشروال يا عمار. عمار يا ها؟ الله يرضى عليك. حمام العبد، هذا حمام عثماني زمان الأتراك، وهذا الحمام الوحيد هلا حاليا بطرابلس اللي بعده محافظين عليه وعلى كيانه، والوحيد اللي هو عم يشتغل بالحمام اللي عم يستقبل زبائن. وهذا تراث، بتعرف يعني انت، نحن بمدينة طرابلس في عدة حمامات، يا للأسف كل الحمامات الموجودة انهارت وانتلفت وانهملت وانتركت إلا الحمام العبد اللي هو نحن ضلينا محافظين عليه ومحافظين على الصورة اللي كان مبني بالأساس
ومحافظين على التراث، وبعدنا نحن بنستقبل زبونات الحمد لله بهالوضع اللي نحن فيه، في اقبال والوضع كتير منيح لانه ما في مي بالبيت عند العالم ولا في كهرباء عندهم ولا في شيء بيقدر يعوض عنه على هالشيء، فبيضطروا يجوا على الحمام.